رضا عباس، مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير قدام، مساء الخير المشاهدين الكرام. طيب رضا، يعني شريف حجار يستقيل بسبب شتمه في الملعب، وهذه الحادثة تكررت في ظرف قصير بعد حادثة مشابهة لمدرب بن عكنون، رغم أن هؤلاء المدربين يعرفون طبيعة الملاعب الجزائرية، ولكن هذه الردود، ردود الفعل هذه، هل تعتقد بأنها مطلوبة لمواجهة هذه الظاهرة التي باتت مزعجة جدا في ملاعبنا؟ شوفوا قاد، هذا أقل شيء يمكن للمدرب ولا للفاعل في كرة القدم أن يحتج به إزاء هذه الظاهرة الخطيرة لإغزاء الملاعب الجزائرية. اليوم سب الأمهات ولا سب الوالدين، احنا شوف ما تقدرش دير في كل ملعب مع كل سيبورتير دير له شرطي ولا دير له واحد يوعيه ولا لكن عندما يتعلق الأمر بالشتم الوالدين هنا لازم نضع نقطة. اليوم استقالة حجار ولا استقالة من قبل العديد من المدربين على جال هذا الشتم، هذه وسيلة احتجاج ضعيفة وضعيفة جدا. اليوم لازم النوادي الجزائرية تدخل في هذه المنظومة الكروية. اليوم لحد الآن بلك أنا لاني غالط قاعدة، صحح لي، مثل ما شفت حتى نادي لحد الآن استنكر هذه الظاهرة وقام ب كما نقولوا هنا إصدار بيان يندد فيه بهذه الأمور. صحيح أن كل الأندية الجزائرية بالغنية والفقيرة لا تمتلك مشاريع رياضية، لكن على الأقل على الأقل نحبس هذه الظاهرة. هذه ظاهرة داخلة، مانيش نقول لك أنا السيبورتور كي يروح يسيبورتي ما يسبش ولا، هذه هو الأخلاق تاعو، لكن عندما يتعدى الأمر إلى شتم الوالدين أعز ما يملك الإنسان في هذا الوجود، هنا لازم نضع نقطة. اليوم ماشي غير النادي ولا المدرب اللي يحتج، لازم النادي يحتج. مؤخرا لازم نصنفوا هذه الظاهرة كما نصنفوا العنصرية في الملاعب، نفس الشيء، لأن العنصرية تقيس الإنسان وتقيس الكرامة تاعه وتقيس الشخصية تاعه. نفس الشيء بالنسبة لظاهرة السب الوالدين ولا الأمهات بالخصوص في الملاعب الجزائرية. اليوم على الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنه يتأقلم مع هذا الوضع، معناتها أنه هو أيضا يدير وسيلة للاحتجاج، وإن اقتضى الأمر معاقبة تلك هذاك النادي. أنا شفنا مؤخرا فريق أتلتيكو مدريد ولا فريق أصدر بيان يندد فيه بالأنصار تاعو، حنا العكس، حنا شاري عافية برك لا لي سيبورتور تاعنا، حنا كاين دي فوا لي سيبورتور في الملاعب يديروا أمور يندى لها الجابين. كي تدخل الأمن رؤساء الأندية باش يبقاو في المناصب تاعو يروحوا ينترفونيو عليهم اوبري دي بارتي معينين. اليوم حبسوا هذه الظاهره، اليوم هذه داخله، كاين واحد المدرب وقيل حميسي ولا ونشكروا على هذا كما نقولوا حنا واش قال، لازم نحبسوا هذه الظاهره ولو اقتضى الامر نحبسوا المقابله، ولو اقتضى الامر نعاقبوا كما نقولوا حنا هذاك الفريق ولا هذاك لي سيبورتور هذوك نعاقبوهم. كما تا ترمي في ميجان في الملعب، عندك انذار الاول انذار الثاني انذار الثالث ويكلو. نفس الشيء بالنسبه لظاهره سب الوالدين. وانت اشرت رضا عباس الى مسؤوليه النوادي ورؤساء النوادي، يعني يمكن القول بان عدم انخراطهم في مكافحه هذه الظاهره هو اللي جعلها تتحول او تتفاقم في البطوله الوطنيه. زياده على هذا يمكن القول بأن المدربين أيضا يتسامحون في كثير من الأمور. هذا السنة شفنا مانع تاع برج تاع بن عكنون، والآن شريف حجار في مستغانم على الأقل للقول لا، يعني بصوت مرتفع مهما كانت الامتيازات ومهما كانت النتائج. بن عكنون عندها نتائج جيدة ومستغانم عندها نتائج جيدة، وبرغم ذلك يشتم المدرب. شوف قادة، المشكل ما راهوش في ظاهرة السب، باسكو ظاهرة السب ولا الشتم ماشي غير في الملاعب الجزائرية، في عبر الملاعب العالمية. بصح لكن هنا في الجزائر المسلمين ظاهرة سب الوالدين هذا أمر بالنسبة لنا وبالنسبة لك قادة وبالنسبة للمشاهدين الكرام أمر مقدس.
اليوم اعطيني كاش نادي محترم واللي يحترم نفسه دار بيان ومندد بهذه الظاهره، اعطيني كاش بيان. يا اخي انا نشوف امور يندى لها الجبيه تلقى البيانات هذا ولي سيبورتور تاعنا والتحلال. اليوم النوادي الجزائريه مانيش نقول النوادي، المسؤولين الجزائريين يفتقدون للشرعيه، وهذيك هذاك الحاجه اللي غايبه عندهم هذيك الشرعيه باش يعوضوها، يعوضوها بالتوسل لشرذمه من الانصار. مانيش نقول كاع الانصار باسكو كاين انصار متربيين، كاين انصار يعرفوا معناتها الام، كاين انصار يعرفوا معناتها الاب. احنا مسلمين، هذه الامور مقدسه عندنا. اليوم ولا نادي قال انا احبس، قال انا لي سيبورتير تاعي لازم نحسسهم. والطريقه تاع التحسيس يا قاد لا سمحت لي ما تجيش بالامور التحسيسيه، قال اسمع هيا نديرو امور تحسيسيه. لا شفيت قاده عنده واحد الربع سنين ولا خمس سنين تفاقمت ظاهره السب والشتم في الملاعب، واش يديروا تاوعنا؟ قال لك اسمع لازم ندخلوا لي فامي باش تحبس هذه الظاهره. بالعكس شفنا داروا هذيك التجربه تاعهم في ملعب عشريكوت، مساكن العائلات اللي راحوا تما سمعوا ما لا يسمع. اليوم هذه الظاهره لازم نحاربوها ونحبسوها بالقوانين وبالردع، لانه اليوم وصلنا للوالدين. انا بالنسبه لي الله يرحمهم انا والدي امر مقدس كيما انتقادوا كيما عند الناس كاع. اليوم لازم قوانين ردعيه، اذا اقتضى الامر الحبس والمقابله، اذا اقتضى الامر النقص نروحوا حتى الكوتي تكنيك نحيلوا لي بوان، اذا اقتضى الامر نعاقبوا كيما نقولوا حنا ما يستقبلش بالجمهور تاعو. وهذا هذه امور هذه لازم تتناقش على اعلى مستوى. صحيح. معناتها من وزاره الشباب والرياضه وهبط الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، رغم انه الانديه الجزائريه وحتى رغم انه الوزاره حتى اللاعبين لازم هما ثاني كيمدوا ليكسوم. صح. انا شفنا اللاعبين دي فوا كي تشوف كي يلعبوا لي ماتش او يكرهوا حتى كيكونوا الجماهير، شوف هما داخل الاستاد يتلفظوا به الفاظ ما عندها حتى علاقه. وراه الاحتراف اللي نهضروا عليه وين؟ وين الاحتراف؟ الاحتراف احنا وصلنا الى الاحتراف اننا نسبوا الوالدين تاع اللاعبين، وكان مستويات قياسيه ايضا من التحريض، كاين ايضا تحريض في البطوله الجزائريه. بارك الله فيك. شو يعني نقول لك وصلنا زعما الفهامه تاعنا الى حد اننا نوصلوا الى سب الوالدين. اعطيني اليوم اعطيني المسؤول، وراهم مسؤولين، وراهم مسؤولين تو انا مسؤولين الانديه الجزائريه، وراهم مسؤولين حتى انا بهذا المنبر اللي راك واقف فيه واللي راك فيه بعقاده، نطالب ولا نناشد الاتحاد الجزائري لكره القدم باش يسن قوانين، ومن حقه انه يدير قوانين ردعيه عقوبات صارمه للحد من هذه الظاهره. مانيش نقول السب باسكو انا نشوفوا في الملاعب الاوروبيه تشوف دي فوا يديروا لي سيبورتور دي جيست ماشي مليح، دي فوا يتفوهوا بكلمات بين قوسين غير لائقه، بصح كي تكون امور اللي تقيس الشخصيه والكرامه مثل مثلا العنصريه تشوف دي فوا دي ماتش يحبسوا على جال كلمه برك. صحيح. على جال انجاز. طيب انت قلت بان يجب تدخل السلطات الوزاره الاتحاديه رغم انه رضا تعرف هذا مانيش نسمع فيك مليح قاد. نعم قلت لك انت قلت بانه يجب تدخل الجهات المسؤوله رغم انه نعرفوا ظاهره اخرى اللي هي العنف في الملاعب، داروا لها لجان ومؤتمرات وتوصيات وتدخلات ولكن لم ينتهي العنف في الملاعب. قاده بعيد الشرط تاكي تكون مريض والمرض تاعك رحت عند الطبيب الفلاني ما كاش عطاك وصفه ماشي هي حتى رضا عباس. طيب رضا عباس هاو شي صرا لي كنروح عند الطبيب وقال لي عند الطبيب وروح راني نروح نداوي ولا أمو اكتب لي الدواء رضا عباس وروح ما كتبليش الدواء يا جماعه قال لي روح عند الطبيب وكتب